النادي الاهلي، وعايز اروح لك طبعا النهارده على حضورك وعلى المنظر الرائع والمشهد الرائع لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. قول لي، شايف النهارده اليوم من البدايه شايفه ازاي، وهل انت فعلا سعيد بوجود اعضاء الجمعيه العموميه النهارده ولا لا؟ لا اكيد طبعا سعيد بوجود، ويا ريت الناس كمان تنزل، وانا شايف الوقت يعني يا ريت كل اعضاء النادي الاهلي بيحبوا النادي الاهلي ينزلوا، لان احنا فعلا يعني انا يعني بدون تدارك الاشخاص الفتره الاخيره بتابع بعض البرامج، بشوف ناس ومحسوبين على الاهلي للاسف، ناس مغرضه وناس يعني انا مش لازم، مع احترامي كابتن محمود طاهر وكابتن خطيب قيمه كبيره، ده قيمه كبيره، بس لازم ابقى راجل محايد وراجل. انا النهارده نازل اقول او لا على لائحه، ما فيش علاقه ما ليه اشخص المواضيع. فطبعا شايف الاقبال ان شاء الله كويس، وبدعو الناس انها تنزل اعضاء الاهلي، ان دي لحظه فارقه فعلا، ولازم نقف كلنا جنب النادي. يعني رسالتك كل لكل الناس اللي شككت في النادي الاهلي وفي الجمعيه العموميه وفي عضو النادي الاهلي ان هو مش هيبقى موجود ومش هينزل، وهيبقى فيه اشراف قضائي مش هيبقى فيه اشراف قضائي، شايفين النهارده اشراف قضائي وحاجه رائعه جدا، حابين نسمع منك رساله. لا طبعا يعني طبعا انا بقول لحضرتك يعني انا متابع كويس الفتره الاخيره، في ناس مغرضه وهي كانت اللي عايزه توصل الحاجه او رساله سلبيه للناس، يعني هتنزلوا ليه وتتعبوا نفسكم ليه؟ لكن لا طبعا اللي انا شايفه النهارده حضرتك ان الناس فعلا عندها وعي كفايه، وبالتالي بتادي لنا الرساله اللي مطلوبه منها يعني. فطبعا ده ان شاء الله تكمل، واتمنى انها تكتمل النهارده بالعدد ال 12500، اتمنى يعني باذن الله ان شاء الله. شكرا فندم، كل الشكر.